هادو هما المعارضين ديال بصح الذهب والفوسفات والخيرات اللي كاينه في المغرب، ماشي ديال محمد السادس، ما ورثاش من عند باه ولا ورثها من عند جدو. السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه وكيف ما شفتوا في العنوان غادي نتكلموا على المعارضين المغاربه والمغالطات التي يحاول ان ينشرها المخزن او الدوله العلويه فيما يخص هذا الموضوع. لكن قبل غادي نهضروا على الثوره المغربيه واسقاط النظام العلوي الملكي. علاش هذا وما قامتش لحد الان، واش يمكن لها تقام، وشناهي الدوافع اللي قدر يتقام فيها ثوره مغربيه لاسقاط هذا النظام الديكتاتوري. دونك الا كتهمكم الحلقه بقاو معايا حتى الاخير، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي باقي ما مشتركينش، المرجو الضغط على زر الاشتراك والاعجاب للفيديو الا عجبتكم. بقاو على الفيديو. منذ تولي محمد السادس الحكم وجلوسه على العرش العلوي، كنا كنتمنوا بلي المغرب غادي يتبدل وغادي يبدل سياسته القمعيه الديكتاتوريه، وشفنا عدد من المفكرين الصحفيين الحقوقيين ولا الشعب المغربي قاطبه عقد امال كبيره على الملك محمد السادس، لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. دابا من بعد 22 سنه ديال الحكم محمد السادس كنشوفوا بلي ما تبدل والو في المغرب، بالعكس المغرب غادي وراجع اللور، ما كاينه لا صحه لا تعليم لا تغطيه صحيه، الفقر غادي وكيتزاد، ما كاينش السكن لائق. الحاجه الوحيده اللي تبدلت في هاد 22 سنه هي ان تزادت الثروه ديال الملك محمد السادس، لا الثروه ديالو هو لا الثروه ديال عائلته ولا ديال المقربين اليه. وفي الحاله اللي كيعيشها الشعب المغربي وفي اي دوله نورمالمون خاصها تكون واحد الثوره اللي تتادي الى التغيير، بحال اللي وقع في الغرب شحال هادي. ناخذ مثال بالثوره الفرنسيه اللي كانت على ما اعتقد سنه 1789 واللي تحرر منها الشعب الفرنسي من الملك الديكتاتور ديالهم اليبوك. ودابا كنشوفوا النتيجه، وبعد مرور عده سنوات فرنسا اصبحت من الدول العظمى الديمقراطيه اللي اصبح فيها رئيس اللي كيتنتخب كل 5 سنوات، تهما كيفرقوا الثروات على الشعب ديالهم، عندهم التغطيه الصحيه الى اخر، في حين ان فرنسا كانت من الدول الديكتاتوريه وكان عندهم ملك يستعبد الناس بحال دابا، وكان اللي يتكلم كيدخلوه للسجن اللي كيتسمى لاباستي، بحال تازما مارش ديالنا ولا بحال المعتقل السري تمارا. كنشوفوا دابا فرنسا وصلت اصبحت من الدول العظمى. وبلا ما نمشيو بعيد نعطيو مثال بدوله عربيه كتونس اللي على الرغم من الصعوبات حيدوا الديكتاتور ديالهم، حيدوا داك الشخص اللي كان في يده جميع السلطات واللي كان حتى هو كيشفر الشعب التونسي، وخا ما نقولوش بلي ديمقراطيه 100%، مي حيدوا داك الديكتاتور ديالهم. ودابا تسول اي تونسي كيحس براسو فيه ولا فخور بانهم ازالوا هذا الديكتاتور. لكن المغرب لم يخطو الخطوه الاولى في اتجاه الديمقراطيه، باقيين تنشوفوا العبوديه، باقيين تنشوفوا الديكتاتوريه، باقيين تنشوفوا القمع، باقي كنشوفوا ما كايناش المحاسبه، باقيين كنشوفوا الشعب المغربي فقير رغم انه يتوفر على عده ثروات لتخليه من اغنى اغنياء العالم. هنا كيتطرح السؤال علاش، ومن بين الاسباب الكبرى اللي غادى بها الاستراتيجيه المخزنيه العلويه هي ترهيب الشعب المغربي. الشعب المغربي ولا خايف يتكلم، ذلك ربوا فينا واحد الانانيه، ولا كل واحد كيفكر فقط في راسو وما كيفكرش في مصلحه الوطن ولا في مصلحه الشعب المغربي قاطبه. كذلك بعض الاباء والامهات المغاربه كنشوفهم كيربي ولادهم على الخوف، لا ما تتكلمش على هذه، لا ما تتكلمش، خلي كل واحد يدبر راسو ياك انت عايش، وكيتسناو حتى كيطيحوا هما في المشكل عاد كيوليو يخرجوا كيتكلموا فقط على راسهم، وما كنلقاوش كذلك مسانده من عند افراد اخرين وسط الشعب المغربي. وهذا الشيء اللي بغى المخزن، وهذا الشيء اللي بغات هذه الاستراتيجيه العلويه اللي بناتها واللي غادي بها الشعب المغربي. مثال غادي ناخذ حراك الريف مثلا، نشوفوا فاش كان حراك الريف ما ناضوش المغاربه في باقي المدن المغربيه بحال كازا بحال الرباط بحال عده مدن اخرى، ما ناضوش ساندو اخوانهم اللي كاينين في الريف واللي غادا تكون مصلحه عامه. كذلك حاليا كنشوفوا باللي الزفزافي خدا 20 سنه لانه كان كيطالب بحقوق المغاربه، كنشوفوا بعض الصحفيين اللي دخلوا دابا السجن لانهم فضحوا الفساد. كاينين عده امثله وامثله اخرى اللي كانت فرصه اننا نوضوا باش نحيدوا هذه الديكتاتوريه، باغ اكزومبل امي نعيمه فاش حرقت راسها حتى الموت، كنشوفوا باللي الشعب المغربي ما وقفش انه يساندها، بالحين ان في تونس واحد فقط حرق راسو كانت كافيه باش انها تقوم
ثورة في تونس وأنهم يحيدوا داك الديكتاتور اللي كان عندهم. كاين بزاف ديال الأمثلة بحال فكري اللي طحنوه وسط شاحنة للنفايات، كذلك كاين بزاف ديال الأشخاص اللي كيحرقوا راسهم. كاين لي فيديو بزاف سوغ يوتيوب حاليا دابا كنشوفوا الناس فاش كيخرجوا في الشوارع باش يديروا مسيرات، المحامين تيخرجوا بوحدهم، الأطباء تيخرجوا بوحدهم، الأساتذة تيخرجوا بوحدهم، التلاميذ كيخرجوا بوحدهم. حنا ما عندناش التواصل بحال خرجوا المحامين يخرجوا معاهم الاساتذه، يخرجوا الحقوقيين يتكلموا، يخرجوا البرلمانيين يتكلموا على الاخرين واخا هما ماشي من نفس الفئه، خاصنا نتكلموا كاملين على بعضياتنا. هذا الحس اللي خاصو يكون ديال المواطنه، ونفكروا في اخواننا المغاربه، حيدوه لينا هاد الناس. وهذا هو الترهيب اللي كيديروا فيه، وهذا هو التكلاخ اللي كيمارسوا فيه عبر وسائلهم الاعلاميه، حيدوا فينا داك الحس ديال الوطنيه. اسباب هذا الترهيب وقلة التوعية والوعي ونشر الفكر الخرافي اللي كيحاولوا انهم ينشرونا عبر وسائل الاعلام ديالهم، خلاو الشعب المغربي مرهب، ما خلاوش داك الاتحاد بيناتنا. اشنو كنتسناو باش نخطيو الخطوه الاولى نحو الديمقراطيه؟ ما كنبغيش نعطي الامثله في الاسلام ولا ندخل في ديانات، كل واحد عنده ديانه كما هي، ولكن محمد السادس عزيز عليه انه فاش يخاطب الشعب المغربي كيبدا يدعي انه جد الرسول الى اخره. انا كتسمح لي الفرصه باش نعطيكم واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيقول: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مثل المسلمين، وكنظن ان اغلبيه المغاربه مسلمين. علاش ما نطبقوش هذا المثل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علاش الملك محمد السادس فاش كينوض كيبدا يتكلم لنا كيبدا يقول باللي الرعايه التي اخصها لابناء هي نفس الرعايه اللي كنخصها للشعب المغربي؟ واش الشعب المغربي ما كيشوفش بلي هذا كذوب؟ واش الشعب المغربي ما كيشوفش بلي هذا نفاق وهذا الطنز كيتنص علينا الملك محمد السادس في الخطابات ديالو؟ شنو غادي نتسناو باش الشعب المغربي تكون عنده رعايه صحيه؟ تالين غنتسناو باش الشعب المغربي يحيد من الفقر؟ تالين غنتسناو باش الشعب المغربي يولي عنده السكن لائق، تولي عنده صحه، تولي عنده تربيه؟ الناس اللي ما خدموش، اللي ما قدروش يتخدموا، تكون عندهم واحد السائر كل شهر باش يعاونوا؟ حيت حنا المغرب عنده من الثروات، لكن للاسف كنشوفوا هذه الثروات كتهرب. شوفوا شحال ديال المبالغ اللي خرجت من المغرب هذا السنه، وشوفوا باللي المغاربه ما بغاش نقول ما كيهمهمش هذا الشيء، من المغاربه كونوا فينا داك الترهيب، كونوا فينا داك العبود. نقولوا عاش الملك عاش الملك، بحيث ان الملك هو المسؤول الاول والاخير. اشنو كنتسناو باش تقوم واحد الدوله ديمقراطيه مغربيه اللي يكون حنايا كمغاربه عندنا واحد الكرامه وعندنا واحد لا دينيتي اللي كنستاهلو اننا نعيشو فيها؟ لذا ادعو الشعب المغربي ولا المغاربه اللي كيشوفوا فيا دابا اننا نتحدوا فيما بعدياتنا، ما يكونش عندنا داك الحس الاناني، اننا نخدموا باش بلادنا تزيد القدام، باش نحيدوا هاد الديكتاتوريين اللي كيسرقوا لنا الاموال ديالنا. لان الملك محمد السادس كيعتقد بان المغرب والمغاربه هما ارث خلاهم ليه الحسن الثاني ولا خلاو ليه اجداد السلاطين. المغرب ملكنا جميعا، الثروات ثرواتنا جميعا، نتحدوا جميع باش نبنيو مستقبل الغد، نتحدوا جميع باش نبنيو مغرب اللي غادي يعيشوا فيه الابناء ديالنا وابناء الابناء ديالنا، ويعيشوا تهما في ديمقراطيه، ويعيشوا ولقاو بلد باغزومبل، حيت عطيتكم ليكزامبل فرنسا، يلقاو تهما يكونوا فيغ حيت كيسكنوا في البلد ديالهم، يكونوا فيغ ماشي غير فقط كيتسناو تاشيره باش يخرجوا، وخا تكون عندهم تاشيرات يبغيو هما يبقاو في البلاد ديالهم. تصوروا دابا الا فقط حلينا المغرب ولا عطينا فقط تاشيره واحده لدوله اوروبيه، غادي نشوفوا باللي نصف المغاربه ولا اكثر من نصف المغاربه ما غادي يبقى حتى 5 دقائق في المغرب. ننتقل للمحور الثاني اللي هو المعارضين المغاربه. هاد الكلمه ديال المعارضين المغاربه ولا دير البوز ديغنييرمون في المغرب، ولينا كنشوفوا الصحف الصفراء التابعه للنظام القمعي تما ولا كيجبدوا هاد الكلمه، ولا في عدد من البرامج اللي بين قوسين تيبغيو يكلخوا بها الشعب المغربي. دونك ولا كلشي تيتكلم على المعارضين المغاربه، وكنظن بلي هذا فقط راي شخصي، كنظن بلي هادشي تابع لان
بعد المسيرات الأخيرة اللي كانت في عدد من المدن المغربية، خرجوا تكلموا عطاوهم الميكرو وجبدوا اكزامبل بالمعارضين المغاربة، ولاو الناس كيسمعوا لهاد المعارضين المغاربة. شفت ديغنييغمون واحد البرنامج اللي كان في واحد القناة تابعة للمخزن دون ذكر الاسم، جابوا واحد الشخص المسمى الدخيسي وبدات يقول باللي كاينين فقط عشرات المعارضين المغاربة في الخارج. انا بغيت نقول باللي الشعب المغربي الأكثرية ديالو هو من المعارضين المغاربة، وهو معارض لهذا النظام القمعي الديكتاتوري. علاش؟ باي اكزومبل مغربي مثلا غادي يخرج غادي يقول باللي ما كايناش الصحه وباللي مشى للمستشفى وما لقاش ديك الرعايه الصحيه اللي كيتسنى. هذا الشخص كيتسمى معارض للسياسه المغربيه. شي شخص ما عندوش سكن لائق ولا جراو عليه ولا هدموا ليه الكاريان ديالو اللي كان ساكن فيه، هو معارض للسياسه المغربيه. الاشخاص اللي كيعيشوا الفقر اللي ما لقاوش الخدمه، اللي الاشخاص بعد الاشخاص اللي عندهم كما تنقولوا كروسه وتبيعوا فيها ومشاو حيدوا لهم الكروسه ديالهم، هاد الاشخاص معارضين للسياسه المغربيه. غير بعض المغاربه كيكونوا مخلوعين وتيقولوا حنا ما بغيناش الحكومه، ولا نظرا لان البروباغندا اللي كينشروها بعض الصحفيين ولا بعض الاشخاص كيقولوا باللي الديفو في الحكومه ولا المشكل في الحكومه. الحكومه من يترأسها؟ الحكومه يترأسها الملك محمد السادس. المغاربه مساكن مع الترهيب اللي كونوا فينا واللي تكلمت عليه في الجزء الاول من الحلقه، ما تيقدروش يقولوا الملك محمد السادس، دونك تيقولوا الحكومه. لكن الحكومه يترأسها الملك محمد السادس، وبالتالي معادله سهله. المغاربه الاكثريه ديالهم معارضين لنظام الدكتاتوري لمحمد السادس. المغاربه الاكثريه ديالهم باغين الصحه، باغين التعليم، باغين القضاء مزيان، باغين سكن لائق. اللي شكون اللي شاد هاد السلطة كامله؟ هو الملك محمد السادس. دونك هنايا الكلمه ولا الخطاب اللي كان كيلقيه السيد محمد خيسي وقال فقط كاينين 10 معارضين على الخارج، هذا فو. خاصك تعرف باللي جميع المغاربه هم معارضين لهذا النظام، ولا تسمحت لهم الفرصه انهم يعبروا. ما كانوش السجون وما كانش الدوله البوليسيه اللي كتفضحهم وكتصورهم، ما كانوش بزاف غادي يخرجوا غادي يعبروا غادي يقولوا نحن معارضين للنظام الملكي. ولا لا بلا ما نمشيو بعيد، الى فقط تعطى فرصه يصوت على من يصوت النظام الملكي، مفروض علينا ما صوتناش على محمد السادس باش يكون، ولا صوتنا على الوالد ديالو الحسن الثاني باش يكون. حنا تفردات علينا هاد الفرصه للمغاربه يصوتوا واش باغين الملك محمد السادس بهذا النظام ديالو اللي غادي يراجع بينا اللور، وبهذا السرقه وهاد المحاسبه اللي ما كايناش، وهاد السكن اللائق اللي ما كاينش، وهاد الصحه اللي ما كايناش. الا عطيتو المغاربه غتقولوا لهم واش بغيتوا هادشي ولا بغيتوا نظام ديمقراطي اللي كيكون فيه المحاسبه، كتكون فيه الديمقراطيه، كيكون فيه سكن لائق، كتكون فيه الى اخره. انا متاكده باللي ما غاديش يصوتوا للنظام القمعي الملكي، وغادي يصوتوا للديمقراطيه، غادي يصوتوا لمغرب افضل، غادي يصوتوا للصحه، غادي يصوتوا للسكن لائق، غادي يصوتوا للتعليم لائق الى اخره. دونك أكثرية ديال المغاربة هم معارضين للنظام الملكي، حيث النظام الملكي ما دار لينا والو. فقط مثال بالملك محمد السادس، فقط هو الحسابات البنكية ديالو اللي تزادت القيمة ديالها، ولا العائد ديال عائلته ولا ديال الأبناء ديالو. الشعب المغربي باقي في الرتبة 123، باقي الشعب المغربي الأكثرية ديال الفقر، باش زاد علينا هذا الملك محمد السادس إلا فقرا وتعتيما إلى آخره. دونك هنا أقولها وأعيدها باللي هادو هما المعارضين ديال بصح. أكثرية ديال الأفراد داخل المجتمع ديال الشعب المغربي، ولا ما بغيتش نقول المغاربة قاطبة، هم معارضين لهذا النظام. غير الناس مساكن كيبداو يقولوا الحكومة، وحنا كنوصلوا ميساج وكنقولوا باللي رئيس الحكومة راه هو الملك محمد السادس، ولا كان باغي يغير شي حاجة راه غادي يغيرها في 5 سنوات الأولى، ولا في السنتين الأولتين، ولا في 10 سنوات الأولى، ولا في 20 سنة. كنشوفوا باللي 22 سنة وباقي المغرب هو في الرتبة 123 من معدل التنمية البشرية. وهادو هما المغاربة اللي خاصهم يخرجوا ويتكلموا على حقهم، اللي خاصهم يتكلموا على المغرب ديالهم، اللي خاصهم يتكلموا على الثروات ديالهم، اللي خاصهم يسولوا على الذهب ديالهم فين مشى، خاصهم يسولوا على الفوسفات، حيت الذهب والفوسفات والخيرات اللي كاينة في المغرب ماشي ديال محمد السادس، ما ورثاش من عند باه ولا ورثها من عند جدو. هادشي ديال المغاربة ديالكم نتوما المغاربة، ديال كل مغربي اللي عنده
الكروسه كيمشيو كيلوحوا عليه، ديال كل مغربي ما كيلقاش سبيطار ولا تيقولوا ليه تتخلص عدد ديال عدد دخل السبيطار، ديال كل مغربي ما لقاش كيفاش يقري ولادو، ديال كل مغربي كيعيش في الجبال وما عندوش الطرق ولا طرقان صالحة باش يمشي المدرسة ولا يمشي الخدمة ديالو ولا يمشي يدير شغالات ديالو. الثروات ديالكم اللي كتخرج خارج المغرب هذه ديالكم نتوما ماشي ديال الملك محمد السادس، حنا كاملين معارضين لنظام الملك محمد السادس، النظام القمعي الديكتاتوري، هادو كاملين معارضين. شو شحال من مغربي كاين في المغرب هو معارض للنظام القمعي الديكتاتوري، عكس ما قال ورا عكس البروباغندا اللي كيحاولوا انهم يخرجوها لينا بهذا الدخيسي، عبر الدخيسي ولا عبر اشخاص وحدين اخرين باعوا الدم ديالهم وباعوا المهنية ديالهم كصحفيين ولا كحقوقيين ولا كأشخاص اللي خاصهم يتكلموا ويتكلموا على الشعب المغربي، باعوا الدم ديالهم فقط من أجل المصالح. وهاد الأشخاص اللي باعوا الدم ديالهم واللي كيقولوا عاش ما عاش هم كذلك كيكذبوا، إلا جاو فاس الواقع ولا جاو قدام الواقع ديالهم وكان شي واحد من العائلة ديالهم توا مشى لوبيتال وما لقاش أوبيتال ولا مشى باش يقراته، هما غادي يكونوا معارضين للأشخاص، والأشخاص اللي كيكذبوهم خونة للمغرب، خونة للشعب المغربي وما كيمثلوش الشعب المغربي. الشعب المغربي باغي مغرب ديمقراطي، ما باغيش العبودية، ما باغيش الديكتاتوريات. كانوا هما النقطتين اللي شاركت معكم في هذه الحلقة ديال اليوم، ما تنساوش تخليوا لي الآراء ديالكم فيما يخص المحور الأول، ثورة في المغرب شنو خاصنا، شنو ناقصنا باش تولي المغرب دولة ديمقراطية. خليوا لي الآراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع، كذلك فيما يخص الموضوع الثاني وهو المعارضين المغاربة، واش ما كتشوفوش باللي أكثرية ديال الأفراد داخل المجتمع المغربي ما باغينش ولا معارضين لهذا النظام القمعي الديكتاتوري، وباغين كذلك أن المغرب يزيد القدام، باغين الصحة، باغين التعليم. واش اللي عجبتكم الحلقات بارطاجيوها في مواقع التواصل ديالكم وتضغطوا على زر الإعجاب عجبتكم لا فيديو، تخليو كومونتير وتلقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم، باي باي. كل شي خيال عصابة إجرامية، كل شي خيال الدولة الإرهابية، كل شي خيال حال الوحيد إسقاط الملكية.